الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا حددت جلسة استثنائية بكرة للجنة المالية، وحتى لا يتذرع من يتذرع أن استعجلت في استباق هذا الاجتماع بتقديم الاستجواب، فإني أنتظر اجتماع اللجنة المالية على هامش جلسة الغد بحضور وزير المالية الذي تحدث معنا أمام الرئيس بأنه سوف يحضر غدا اللجنة المالية. موقفي من الاستجواب سوف يتحدد بعد اجتماع اللجنة المالية وانتظار وفاء الوزير بوعده، وشكرا. محور الاستجواب سوف ينشر غدا، أنا قلت موقفي راح يتحدد بعد حضور اللجنة المالية. اللجنة المالية الوزير الآن تعذر أنه لم يستطع الحضور اليوم بسبب تغيير موعد اللجنة المالية من الساعة 10 إلى الساعة 12، وبسبب وجوده في مجلس الوزراء لم يستطع الحضور، لذلك حدد جلسة استثنائية غدا على هامش الجلسة بحضور وزير المالية، وذكر لنا أنه سوف يحضر. موقفي راح يتحدد غدا بعد حضور الوزير اللجنة المالية. المحور هل سيقتصر على الاستبدال فقط؟ خله لبكرة يعلن إن شاء الله.